حنا في المدينه العتيقه باش نشوفوا هذا القرار اللي خداته مجلس المدينه والسيد الوالي محمد يعقوبي انهم يمنعوا السيارات داخل هذه المدينه هذه اللي صراحه كانت تتكض قبل من يطبق هذا القرار هذه انهم يمنعوا الولوج ديال السيارات للمدينه. كانت واحد العشوائيه وكان اي واحد تيجي كيدخل تحت لي باركينغ تما كانوا الباركينغ كثار وكانوا الناس متضررين خصوصا الناس الزوار ديال المدينه العتيقه. هذه المدينه هادو صراحه خصهم يطبقوا فيه خاص يطبق هذا القانون هذا في جميع المدن المغربيه حيت جميع المدن المغربيه الحاجه اللي فيهم زوينين هما المدن العتيقه. هذه المدن هذه اللي كيجيو ليها السياح كيجيو يشوفوا الاسوار ديالها ما كتلقاش فاش كانوا السيارات لداخل ما كنتش كتلقى كيفاش دوز كنتي كتلقى عراقيل مع اصحاب السيارات اصحاب المحلات كانوا كيتشكاو بزاف ديال الناس كانوا لاقين المشاكل. بعد المبادره نتاع المنع نتاع السيارات داخل المدينه العتيقه بادره حسنه نظرا لتتواكب ذاك الاصلاحات اللي امر بها محمد السادس نصر الله نتاع مدينه الانوار هذا تزيد الرونق تاع المدينه وتحيد ذاك التلوث وتحيد الازدحام وتحيد ذاك بزاف الامور. اصلا ان المدينه عارفه واحد الاختناق مدينه الرباط كافه عارفه واحد الازدحام اللي هو اصلا تزيد يدير الارق للساكنه بصفه عامه. وتنشكروا مجلس المدينه على هذه المبادره والناس المسؤولين والناس اللي صارين على المدينه العتيقه وعلى التسيير ديالها. جبنا وكاين الناس ما تيحترموش الممر الرجيلين فهمت؟ مازال الشمال ماشي فرق كبير ما بين الشمال والرباط، دابا الرباط العاصمه ما تيحترموش الممر الرجيلين. حتى لو وقف مول السياره مول الموتور تيدوز. خاصك تطلع حطيت الطريق الراس ديالك. لا الحمد لله الرباط ولا مزيان ولا الجرادي ولا الخضوره ولا فهمت ولي تتحسن تخرج غير تمتع فيه وتشوف فيه المناظر الجميله. اليوم نقول كلمه واحده هي صرامه في التسيير من طرف مجلس جماعه الرباط. اليوم كنشوف واحد التغيير واضح بالنسبه للمواطنين وبالنسبه المدينة العتيقة وهي عبارة عن معلمة تاريخية. اليوم كنشوفوا أنا زرت الأسبوع اللي فات زرت المدينة القديمة أنا والزميل ديالي لقيت واحد العشوائية واحد الضوضاء لقيت واحد المرور ديال السيارات داخل الأزقة ديال المدينة العتيقة وهذه كيعطيها واحد العشوائية يعني عشوائية وأنتم كتعرفوا بأن المدينة العتيقة وهي معلمة كما قلت أنها كتحج كيحجوا من قبلها الاجانب والمواطنين من اجل اخذ الصور من اجل يشوفوا بعض المعالم التاريخيه. اليوم كما تشوف اخ الاخ ان مدينه الرباط وبالضبط المدينه العتيقه انها لقات واحد المتنفس لقات واحد الاريحيه يعني من طرف المواطنين في الولوج لاقتناء الملابس لاخذ الصور في المعالم التاريخيه. واليوم كنشوفوا ان المواطن الضعيف مول الكروسه انه رجعات عليه بالايجابيه يعني في عوض ما يدخل هوندا ولا يدخل الطوموبيل كتدخل واحد الحمال مسكين اللي ما عندوش القوت اليومي ديالو وكيدخل باش ياخذ القوت اليومي. ما تنقول الا شكرا المجلس الجماعه بالنسبه لي الحمد لله ولات هذا فيلو طاكسي تاهي الحمد لله تاهي تخدم هاد الشباب ولا تيخدم الناس اللي هما تيترزقوا على الله تيدخلوا بالمسائل ديالهم الكرارس ديالهم حتى هما ولاو تيتباعشوا وما بقاش ذاك الاختناق ما بقاش ذاك الطريق محبوسه ما بقاش الناس تيعانيوا من ذاك قوه الازدحام. والحمد لله الناس ولاو ملتزمين اصحاب الدكاكين ولاو ملتزمين بالقوانين ديالهم والامور الحمد لله مزيانه في المدينه العتيقه. دخلوا المدينه العتيقه كنلقاوها صراحه نظيفه من السيارات الناس استحسنوا هذه البادره الطيبه اللي خذاها مجلس المدينه. يعني حنا هاد المسؤولين اللي كاينين دابا حاليا مدينه الرباط كنتمنوا لهم التوفيق وكنتمنوا يمشيوا على هذا النهج هذا باش يخلقوا واحد القوانين اللي تكون مطبقه. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.